في فيديو جديد وحلقة جديدة من عالم توم وجيري. النهاردة هنلعب جي تي اي ودلوقتي يلا بينا نبدأ. انا عايز اقتحم البلد دي، هربت من بلدي علشان بصراحة حد سرق مسطرتي، بس ما علينا، انا هسرق هخلي البلد دي وطن ليا، هخليهم يسمعوا كلام شعرتي وهخليهم كلهم عندهم شعراية واحدة وهخوف كل الناس. انا بلدي القرعة. احنا خايفين من بعضي. مين ده؟ انت جيت ليه؟ انا بلدي. ايوه انا جيت مخصوص علشان اشتري، علشان اخليكم كلكم بشعراي زي، واشتري كمان مسطرة نوها احسن، بس ما علينا. قولوا براحتكم، قولوا اللي انتوا عايزينه براحتكم، بس ما علينا. بس ايه ثانية، ايه دعوتي بالحاجة؟ ما علينا، هدمر كل حاجة. هدمر الناس، هدمر الناس اللي اسمهم جريج، اي اسم حتى هبهدله. هو ايه اللي بيحصل يا ترى؟ ازيك حبيبتي، عامله ايه؟ انا بكلم مامتي. في فصلي. واحد زائد واحد يساوي كام؟ علشان لو عايزني اسيبك. خمسة. اتنين. هتتذنب. لا. مش معقولة بقى، لازم تسمعوا كلام شعرتي. بطني وجعاني. يا سلام، ها هركب كل الدبابة دي. انا كان لازم اركب بص مدرسة. ما علينا، مش معنى ان انا من مدرس يبقى اركب بص مدرسة، بس ما علينا. مين اللي بيمشي بدبابة في الشاطئ؟ انا البلدي. هي ايه ده؟ انا بلدي. يا بلدي، ده مش صوتك الحقيقي. يا سلام. ايوه انا بهزر معاك عشان انت رخم. لا ما تدوسنيش. انا معايا الدبابة دي. ما تدوسنيش. طب خمسة زائد خمسة يساوي كام؟ 15. 10. ما انا عارفة دلوقتي مش هسيبك. ما تدوسنيش عشان خاطري، ما تدوسنيش. مش هسيبكم ولا هرحمكم، بس هرميكم في راسكم. هو ايه اللي بيحصل؟ صباح الفل، انتي لسه فاكرة؟ هو ايه اللي بيحصل؟ ده بدمر معاك شدي ايه؟ ان شاء الله هتقولوا باي باي. دوجز دوجز. ما علينا. اما ابهدل العالم كله، بس دوجز دوجز دوجز. دوجز شي. ما علينا. يا دمر كل محل برجراتي. ما علينا. انت بلدي، انت بلدي. ايوه يعني مين؟ مفيش حد عنده سكرتيري. انا راجل على فكرة، بس عارفين صوتي. ما تقلقش، ان شاء الله في يوم من الايام. بس انا كان نفسي اشتري هدوك. بوبي سخنة. المفروض بوبي سخنة ليه؟ لان هوت يعني سخن، اما دوج يعني بوبي، فهو بوبي سخن. ما علينا. اقتحم العالم. ما علينا، اما انسى الهوت دوج دلوقتي، هقتحمه وهدمر كل حاجة في جي تي اي، واخليه عالم كله بلسهات وماينسهات،
وقرعات وشعرية واحدة وتشيرتات خضرة حاجات فظيعة بقى. احلى ايام في حياتي. واو النطة دي فظيعة. ايوه ايوه البلديهات القرعات بتدمر المدينات. ما علينا. Oh hi, welcome to my schoolhouse. Oh hi, welcome to my. ما علينا. النهارده مثلا في الشارع بتاع جي تي ناكل سوشي لاننا في مكان صيني. انا موافق انا نفسي اكل سوشي. بص اهو مكان بس ما بعرفش ازاي استعمل شوبس. صح. وبعدين انت مش بتحب السوشي قوي لاني بحب. لا ما هم نزلوا حاجه جديده. نزلوا سوشي بالجبنه. يعني محشي جبنه بدل سمك. ايوه بالجبنه. بالجبنه الجبنه احلى حاجه. ماشي انا على الاقل هاكل. طم انا عايز اقول لك الحاجه ديلي مش مظبوط. جيري ايه ده؟ ايه هو ده بلدي الشرير ده؟ ايه ده؟ صح. ايه ده؟ ايه ده؟ انت مين؟ انا بلدي ما تعرفنيش ولا ايه؟ انت جاي هنا ليه؟ انت كابوس من كوابيسي. سؤال. لعبت اللعبه دي قبل كده؟ استنى يا اصحابي لو لعبتوا اللعبه دي وقفوا الفيديو واكتبوا لنا تحت في الكومنتات انتوا لعبتوا بالدي ولا لا. انا نفسي ما لعبتهاش مره نزلتها على لعب وخفت منها. بس لو انتوا لعبتوها قولوا لنا تحت في الكومنتات وبعد ما تخلصوا كتابه يعني عيدوا الفيديو وكملوا الفيديو تكمل الفيديو. انت بالدي انت جيت هنا ليه؟ طيب انت ليه؟ انا جيت علشان استغل كل عالم جي تي اي عالمكم واخوفكم. لا بتقول لا ليه؟ استنى استنى انت استنى انت ليه سبت عالم البلديهات؟ وعلشان عايزه اخلي المكان ده كله تيشيرتات وقرعات وشعرايه واحده بس. يا مامي وما حدش هيبقى عنده شعر غير شعره. ده بلدي 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 بلدي. هو انا راجل ولا ست؟ ما اعرفش. بلدي بلدي وخلاص. ايه ده بلدي؟ امشي من هنا. طب بص انا عندي فكرة يا توم. بص انا عندي فكرة. احنا هنوديك لمكان تقدر تخوف فيه اي حاجة انت عايزها من غير تضايق. مكان فيه الناس الكتير. انا اركب ورا لان انا خايف بصراحة. الحمد لله هو راكب ورا مش راكب معايا. كل واحد لوحده الحمد لله. احنا هنوديك لمكان يا بالدي مليان ناس كتيرة جدا. ماشي انا مش قادر استنى لما هلاقي المسطرة دي بتيجي على خدهم. صح مسطرتي اتكسرت. احسن. لا مفيش حاجة يا بلدي مفيش حاجة. انا مش مشكلة هشتري ممكن مسطرة جديدة. بص يا بالدي انا شفت واحدة على النت فظيعة بجد عارف. مسطرة وقلم وبرجل ومثلث وبتاع ده وابرة وخيط وقماش وسيليكون وقلم جاف وقلم رصاص وبراية واستيكا واسمه ايه ده بروتراكتور اسمه ايه منقلة وكله في مسطرة واحدة تريريري وكل ده ب50,000 جنيه. يعني مسطرة تبقى ادوات مدرسة كاملة وب50,000 جنيه. يعني اللي بيبيعوها نصابين طبعا يا اصحابي ده مجرد اختراع يعني هي. تمام كده رحنا للمكان. احنا وصلنا اللي هنعرف من شخص سري
ايه هو؟ ها انا بيكاتشو بيكاتشو. يوم جميل، انا هنا ديتكتيف على طول. بيكاتشو، ايه ده؟ بالدي بالدي، انت ايه اللي جابك هنا انت وتوم وجيري؟ احنا جينا هنا علشان تجيب ناس. يا توم انت لسه عيان. ايوه، علشان نجيب ناس لبالدي علشان يخوفوه، علشان هو جه ساب عالم وجه عالمنا علشان يخوفنا، وعشان ما نضايقش حد وما لا نضايق بالدي، احنا عايزين ناس كتيرة عشان بالدي يخوفنا. ماشي انا هشوف. بصوا، انا هاجي معاكو علشان انا اللي هرشدكو للمكان. تعال يا توم هنا من فضلك، عايز اكلمك على جنب من فضلك. ممكن مش قصدي. تعال، انتوا بجد عايزين ناس تخوفوه ولا انتوا كده بتتكلموا كده وخلاص عشان تسهوا بالدي؟ احنا بنسهي بالدي، اصل انا وجيري بنتفق ان احنا عايزين نعرف ايه اكتر حاجه بيخاف منها. انا عارف، بالدي بيخاف من الكلاب، عشان انا ديتكتيف فاعرف حاجات كتير. ايه رايك ممكن نجيب له سبايك؟ اوكي، حلو قوي ان احنا نجيب له سبايك. ماشي يلا خلاص. كنت بتفق معاه بس على المكان اللي هنلاقي فيه ناس كتير بس، وبنتفق يعني. ماشي ماشي يا بالدي. ماشي. ايه مالك متغاظ كده ليه؟ نفسي في مسطرتي. بعد ما نخلص الفيديو ابقى روح واشتري مسطرتك براحتك. ان شاء الله لو مسطره بجنيه واحد. لحظه، انا ما اتكلمتش في المشهد ده. مش لازم، اهو ما اديك بتتكلم طول الفيديو مع ده المشهد ده. انا هركب في العجله. وانت ليه بتحب تركب في العجله؟ عشان انا صغير. طب ما تركب حتى في شنطه العربيه. ما فيش شنطه عربيه لان دي عربيه نص نقل. ايه ده، هو مين اللي بيسوق ده؟ انا. انت ماشي في الاتجاه المعاكس، السهم بيقول لورا وانت رايح لقدام. ايه ده؟ استنى، اصل يعني بصراحه في انا عيان ومش مركز. بالدي. مامي بالدي بالدي. انت يا بيكاتشو، اقول لك حاجه. ايه هو انت معظم الاوقات بتكهرب ولا معظم الاوقات مش بتكهرب؟ معظم الاوقات مش بكهرب. كويس الحمد لله، عشان انا طيب مش شرير. هو مال صوتي قلب على ماريو كده ليه؟ انتوا سكتوا كده ليه يا جماعة؟ مفيش. انا عايز مسطرتي. ماي هو انت مش قلت ان انت عايز تخوف الناس؟ انت عايز تخوف الناس ولا مسطرتي؟ انا عايز مسطرتي واخوف بيها الناس. بص، الاول عشان نخلص مهمتنا هنخليك تخوف الناس، وبعد ما نخلص الفيديو ابقى روح اشتري مسطره. ماشي براحتك، يعني اشتري اي مسطره، ان شاء الله لو 5000 مسطره. اهو هو ده المكان اللي هنلاقي فيه الناس الكتير. انتوا مالكم بتغمزوا كده ليه لبعض يا جماعه؟ استنى يا جيري، ده سر، اسكت ما احسن تضيع. فهمت خلاص، الحمد لله ان جيري ذكي، بس اوقات ما بكون غبي. ترن تن ين 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 ين. انا بطيء قوي، محتاج جبنه تديني طاقه، انا مش قادر. بس تعالى يا بلدي اطلع فوق هتلاقي الناس الكتيره. هتلاقي ناس كتيره قوي، مش قادره اقول لك، تقعد تخوف فيهم مليون يعني الف 500000 كده 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 هتلاقيهم فوق. هما انا شايفهم دلوقتي. اهو ماشي، انا طالع، بس عارف لو خدعة. بس ما علينا، يا رب الاقي مسطرتي. انا مبسوط جدا
ويا رب الاقي اولاد راجعين من المدرسه اسرق منهم مسطره كده جميله بقى. تاخد منهم مسطره من غير استئذان ليه؟ انا براحتي انا براحتي. مش معنى انك مدرس يبقى تعمل انت عايزه. استنى دور دور بس دور هتلاقي دور هتلاقي. وانتوا بتخدعوني ولا ايه؟ لا ما بنخدعك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا كوليدج الجبان. كوليدج الجبان مش كوليدج. كوليدج مين؟ بخاف من البلطيهات قوي. يا تيتا او لا قصدي يا وداني. تعالي ساعديني يا وداني. انت صدقني انت يعني ما تخوفش حاجه. يا بيكاتشو انت ايه اللي وديته عندنا ده؟ اوه انا اسف انا وديتكو عند البوبي الغلط. انا وديتكو عند اكتر بوبي جبان. ايه ده؟ ده ما يخوفش فرخه. ايوه كنت لسه هقول كده. ده ما يخوفش صرصار. ما يخوفش نمله. ايه ده يا بيكاتشو انت ما وديتهوش للناس الكتير؟ ايوه لل يعني سبايك في بيتنا احنا. ايوه سبايك ما انا عارف. ايوه احنا اسفين احنا يا كوريدج احنا اسفين احنا جينا ازعجناك بس احنا اسفين. ده كان بيتي. ايه ده انت هتنط ليه؟ انت هتنط ليه؟ هربت علشان اخلص من بلدي. مش عارف ينط اصلا. يا ماما مش عارف ينط اصلا. اخيرا نطيت. نفسي افهم ليه بيخدعوني. احنا ما خدعناكش. بتاع ده بيكاتشو وداك لأكتر واحد صغير ويابان في العالم اكتر من الناس الشجعان. احنا اسفين احنا المفروض نوديك للناس الكتير. المفروض الناس الكتير في بيتنا احنا. ايوه هو غلط. هو كان فاكر هو عايز ناس كتير عاديين لكن احنا عندنا اجود انواع الناس في بيتنا. ايوه يعني بص بوبيهات صغيرة بيبيهات تقدر تبهدلهم. عندك كل حاجة بتخاف منك يعني حاجات بتخاف. يعني هقولك يعني مثلا طلاب. ايوه دول أيوة. من اكتر الحاجات اللي تقدر. واو شكرا. قادر استنى انا جاي معاكوا على بصراحه علشان انا عايزه اجي معاكوا. ماشي ماشي اهلا وسهلا. انا هركب جنب توم وانا هركب أيوة. ورا تحت العربيه. ايوه وانت اركب ورا يا بابا. ليه كده؟ علشان احنا خايفين منك بصراحه. لا 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 ما تقلقوش اصل انا ما تقلقوش. انا لو كنت قعدت معاكو اصلا اقول لكم كنت عملت ايه. ايه, إيه؟ كنت جبت بيكاتشو رميته من الشارع. طب انا عارف انت كنت ممكن تعمل ايه. اوه هاي ويلكم تو ماي سكول هاوس. دو ايه ماينس ايه ايكوالز. طب تعرفوا دي بلا 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 ماينس غلط. المفروض كانت يا سلام. على فكرة انا فهمت في الماس. انت اصلا بتخترع الماس بنفسك في الارقام اللي هي مش مفهومة. يلا بيتنا اهو قريب من اهو وصلنا. بص بقى يا بالجي هوم سويت هوم. ايه البيت اللي مش عاجبني ده؟
معلش انا عايش في مدرستي لاني welcome to my school house. يبقى عايش في مدرستي. طب بص انزل تحت وهتلاقي الناس كتير مش قادرة اقولك شعب يعني حوالي 155 اكتر من شعب مصر. انزل. ايه ده انت بتطلع ليه؟ انت ليه بتبص على اوضنا السريه اني نهايه الاوضه اللي انت دخلتها دي اللي بنظبط فيها الفيديوهات. ايوه انزل تحت. يلا بس يلا عيش حياتك بقى. حياتي بقى اخيرا امنيتي اتحققت. طول عمري وانا انا اكون سباهي. انا معظم يا لهوي. انا انت بتخاف من الكلاب؟ ايوه يا لهوي مش معقوله. انا هاكلك. انا هخليك تحب الحاجات المعظمه. انا هاكلك. انا هدمر مدرستك. امشي من عالم جي تي ايه. امشي من عالم جي تي ايه. خلاص مش هرجع له تاني ولا اشم ريحته حتى تاني. امشي. انا جاي برضو وراك عشان تتعلم. ربنا يستر. انا جاي وراك. معلش عشان بطلع السلم مطيه بس معلش. انا جاي وراك وهخوفك طول حياتك عشان تتعلم. عمرك ما هتعرف تهرب مني. يلا الاسانسير هباز منا. لا 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 تيتيريتي بالدي بالدي تيتيريتي بالدي بالدي تيتيريتي. قلت لك هظهر حتى لو نزلت بالاسانسير هكسر الاسانسير عشان اخش لك. انا هجري وراك على طول. انا هجري وراك وهخوفك. امشي من هنا. امشي. ساعديني. اخيرا خلصنا منه. هو مش هيرجع لنا. فكرتك حلوة قوي يا بيكاتشو. احنا رحنا بيتنا لان سبايك عايش معنا. ايه اكلتك المفضلة يا بيكاتشو؟ بتحب النودلز يعني علشان انت عايش في الصين؟ انا بحب البيتزا. انا افتكرت انت بتحب الكاتشب دايما. عارف صح تعرف يا طوم. وانا بحييك عشان انت عارف. بس دلوقتي في وقت هو حزين شوية بس ممكن يكون سعيد. باي يا اصحابي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لايك وكومنت وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم زيد فيديوهاتنا. باي. Blah!